رانا مع المقهى الثقافي الافتراضي وحابينك تكون معنا في العدد الثالث صديقي. هي مكالمة هاتفية يجريها الكاتب عبد الرزاق مع أحد ضيوفه للعدد الثالث من المقهى الثقافي برج بوعريريج لتسجيل عمل فني له بهاتفه ويعرض في شكل جلسات برج بوعريريج الرمضانية. كانت أسرة المقهى الثقافي برج بوعريريج سبقة إلى نقل نشاطاتها من الميدان إلى الافتراضي، فأطلقت المقهى الثقافي الافتراضي في شكل بث فيديوهات حصرية، ثم تحول في شهر رمضان إلى مجلة متنوعة. هكذا نرافق المواطن أثناء حجره المنزلي ولا نتركه عرضة للملل الذي قد يكون سببا في خروجه إلى الشارع. اقتراب من فنان تشكيلي جزائري استطاع أن يفرض نفسه. الحجر الصحي لم يثني عزيمة عبد الرزاق لمواصلة تنشيطه المشهد الثقافي بالولاية ولو افتراضيا وبوسائل بسيطة حتى يرافق الجمهور البريجي عبر منصات التواصل الاجتماعي. أطلقنا ورشتين افتراضيتين مغلقتين، الأولى تتعلق بالقصة الموجهة للأطفال والثانية تتعلق بأدب اليوميات. علينا كأسرة ثقافية ألا ننهزم أمام كورونا ونواصل نشاطنا مستغلين نوافذ الشاشات الزرقاء حتى نصل إلى حيث يجب أن نصل. هكذا يستطيع المواطن أن يجد مادة ثقافية يتلقاها وفي الوقت نفسه يلتزم بيته. من الأجناس الثقافية والأدبية ختامها كاريكاتير تكثيف من نوع خاص. استمرار العمل الثقافي بشكل تطوعي في العالم الافتراضي دليل على صمود المثقف في وجه الأزمات لإشباع رغبات المتلقين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.